هذا وقد أجاز الأئمة الحنفية والحنابلة أن تكون الدية من الذهب أو الفضة، يعني إما من الإبل يا إما من الذهب والفضة، زي زكاة الفطر تخرجها أكل تخرجها فلوس أجازوها. لكن المالكية والشافعية طبعا الحنفية زي ما قلنا والحنابلة أجازوا إما الدية تكون من الإبل وإما الدية تكون من إيه؟ من الذهب أو الفضة. جم بقى المالكية والشافعية قالوا لا، لا تصح الدية من الذهب والفضة أبدا، لابد أن تكون من الإبل إلا في حالة انعدام الإبل، يعني بلد ما فيش فيها جمال ولا إبل ولا بيستخدموها ولا بيستعملوها، تروح تديله 100 من الإبل يوديهم فين؟ أو زي ما حاصل في العصر الحاضر، حتى لو في جمال في مصر مثلا، ما في جمال بتيجي مستوردة من السودان مثلا ومن هنا من هنا، واحد دلوقتي قتل خطأ طصته عربية موتته، حكمنا عليه بدي يجيب 100 جمل يوديهم للراجل في المنشية، ساكن في المنشية، ياخد 100 جمل يوديهم يوقفوا مواصلات ويعطلوا الدنيا وتحصل مصيبة سودة، وجمل منهم يشرد ويجري تبقى حدوتة، يوديهم فين؟ هادي يا عم الدية بتاعتك اهو 100 جمل، لا يا خبر اسود هيوديهم فين دول؟ ها؟ فطبعا شوف اختلافهم رحمة ازاي؟ اختلافهم رحمة، لانه اختلافهم ده يخليك احكام الاسلام تتلائم مع كل عصر ومع كل زمان ومع كل مكان. طيب قالوا بقى اذا انعدمت الابل يبقى يجوز ان تكون الدية من الذهب او الفضة، ذهب او فضة بس مش حاجة تانية، لا اللي حل محل ذهب والفضة بقى ورق النقد ده وحاجات زي كده، لا قالوا من الذهب والفضة، وبشرط ان تكون بالقدر الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجة، ما هو قال في النفس 100 من الإبل خلاص، لكن له حديث تاني قال لك إن أهل الذهب يدفعوا كده أهل الفضة يدفعوا كده، يعني في ناس مش أهل إبل، أهل تجارة أهل فضة وأهل ذهب ما هماش رعاة ما هماش أهل إبل، فبرضه ما سابهاش النبي صلى الله عليه وسلم. له حديث بيقول فيه إيه؟ على أهل الذهب، شوف شوف جابها إزاي، على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق، الورق اللي هو إيه؟ فضة، واللي جات في القرآن فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا يتلطف. الورق اللي هو إيه؟ الفضة. على أهل الذهب إيه؟ 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم. يبقى حددها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي بقى نقول طيب دية المرأة، ده الكلام ده في دية الرجل. قالوا دية المرأة على النصف من دية الرجل، خلاص يبقى مش 1000، تبقى 500 ايه دينار او 6,000 درهم فضة. طيب دية العبد او دية الأمة، اذا كانت المرأة على النصف، دية المرأة على النصف من دية الرجل، طب والعبد والأمة؟ قال لك لا، ملاش علاقة بدية الرجل ولا دية المرأة، وانما تتحدد بحسب القيمة، حسب ايه القيمة، يعني العبد اللي اتقتل راجل عنده 90 سنة مكحكح يسوي كام، غير لو العبد اللي اتقتل شديد وقوي وفتي ويخدم صاحبه مظبوط وشايله. ها فدية العبد ودية الأمة بحسب ايه القيم، يبقى دية الرجل 1000 دينار، دية المرأة 500 دينار ذهب، دية العبد او الأمة بحسب ايه القيم. طيب عندنا بقى دية غير المسلم من اهل الذمة او من اهل العهد، نعمل فيه ايه؟ قالوا على الثلث من دية المسلم، يبقى تلت 1000 دينار او تلت 12,000 درهم، يعني 4,000 درهم فضة اذا كان القتيل من اهل العهد او من اهل الذمة، اللي قال كده الشافعية. انما الحنفية خلفوه قالوا لا، دية المسلم ودية الذمي سواء بسواء، لأن الله يقول النفس بالنفس، وانتوا عارفين ان الحنفية بالذات قالوا يقتل المسلم بالذمي، مادام قالوا يقتل المسلم بالذمي في القصاص مش ممكن يختلفوا في الدية بقى، يبقى لازم يقولوا ان دية الذمي زي دية ايه المسلم عشان يبقى كلامهم واحد. طيب لما نسأل الحنفية دية الذمي زي دية المسلم في العمد وفي الخطأ، قالوا في العمد وفي الخطأ سواء بسواء، دية المسلم زي دية ايه الذمي من غير فرق، من غير فرق بينهم في العمد وفي الخطأ.
جم الملكية قسموها بقى، قالوا دية أهل الذمة على النصف من دية الرجل المسلم في العمد والخطأ. يبقى عملوا دية أهل الذمة وأهل العهد زي دية إيه؟ المرأة طول الملكية في العمد وفين؟ وفي الخطأ. جم بقى الحنبلة قالوا لا، لا كده ولا كده. قالوا إيه؟ قالوا إذا كان القتيل من أهل الذمة قد قتل عمدا فالدية كدية المسلم، وطبعا كذلك أهل العهد، مدام القتل عمد يبقى الدية زي دية إيه؟ المسلم. أما إذا كان القتل خطأ فالدية نصف دية المسلم. يبقى فرقوا بين العمد وبين إيه؟ وبين الخطأ. طيب في عندنا حتة لسه ما قلناهاش، الست حامل وحد راجل أو ست أيا كان راح ضربها على ظهرها على بطنها سقطت فنزل الجنين، هنا هو تجب الدية. دية الجنين قد ايه؟ نصف عشر دية الرجل ان كان الجنين ذكرا، وعشر دية المرأة ان كان الجنين انثى، وده المذهب الحنفي. قالوا كده، ومع ذلك لو حسبتها هتلاقي نصف عشر دية الرجل تساوي عشر دية المرأة، لكن هم قالوا كده خلاص، وهم عارفين قالوها رغم ان هم عارفين ايه؟ ان دي تساوي دي. طيب لما نقول ندي فلوس يبقى ندي قد ايه؟ قالوا هتدي ايه؟ 500 درهم. ما هو عشر دية الرجل يساوي ايه؟ مش 12,000 درهم؟ العشر قد ايه؟ 1,200، لكن هم عملوا الحد الادنى 500. عملوا الحد الادنى ايه؟ 500. ليه؟ لانهم جابوا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته 500، وفي رواية أو 500 بدل قيمته. يبقى في الجنين غرة عبد أو أمة أو 500 أو إيه؟ أو 500. طيب إيه هي الغرة دي اللي هو في الحديث غرة عبد أو أمة؟ الغرة الواجبة هي عبد أو أمة، يعني لما الست سقطت من الضرب ونزل الجنين الدية إيه؟ نديها بدل الجنين اللي سقط ده عبد، أو نديها أمة. أي عبد بقى وأي أمة؟ ما نجيبها لها بقى، نجيب لها العبد مكسح وأعور؟ لا، يشترط في العبد أو الأمة ألا تقل قيمة أحدهما عن إيه؟ عن 500 درهم. فاشترطوا بلوغ قيمة العبد أو الأمة نصف عشر دية الرجل المسلم أو عشر دية المرأة المسلم، وقالوا يستوي في الدية الجنين إن كان ذكرا أو أنثى لإطلاق الحديث. الحديث قال في الجنين، ما قالش بقى ذكر ولا أنثى. طيب الست الحامل اللي سقط الدية بدل ما تنزل جنين واحد نزلت ايه؟ جنينين، ها؟ تتعدد الدية بتعدد الاجنة. سقطت راحت منزله جنينين، يبقى لها ايه؟ ديتين، لها ديتان عبدان او امتان. طب نزلت ثلاثة، وهكذا تتعدد الدية بتعدد الاجنة. طيب عندنا حالة كمان، اللي سقط الست دي ونزل الجنين ودفع الدية، هل عليه كفارة؟ ما انت عارف في القتل الخطأ فيه الدية وفيه ايه؟ الكفارة. وجم في العمد اختلفوا، ناس قالوا اذا كانت واجبة في الخطأ يبقى تجب في العمد الكفارة، وناس قالوا ده راجل قتل عمدا هيقتل، انت اجله لحد ما يصوم شهرين. لا، ده العمد ده هيروح في 60 ده، الكفارة ايه؟ ملوش كفارة. لما جم بقى هنا
في الجنين؟ قالوا طيب من أسقط جنين امرأة وجبت عليه الدية، هل تجب عليه الكفارة؟ قالوا لا تجب الكفارة في الجنين، لا تجب الكفارة في الجنين. عندنا حالة بقى أخيرة، وهي الست الحامل اتضربت فسقطت نزل الجنين، لكنه نزل حيا، نزل كانت على وشك الولادة، نزل الجنين حيا يتحرك أو استهل صارخا ثم مات، فما الحكم؟ قالوا في الحالة دي الدية كاملة، خلاص ما بقتش بقى غرة عبد وأمة، بقت الدية كاملة، بقت نفس، بدل ما استهل صارخا أو تحرك أو رفرف كده، بدل ما نزل حي ورفرف وتحرك أو صرخ دالت عليه مظاهر الحياة ثم مات، خلاص يبقى في الحالة دي إيه؟ دية كاملة. إن كان ذكرا هتبقى دية إيه؟ الحر المسلم، وإن كانت أنثى يبقى دية الحرة الإيه؟ المسلم. طب افرض انها نزل حي وقعد مدة 10-15-20 يوم وبعدين مات، ايه الوضع بقى في الحالة دي؟ يحلف بقى اهل المرأة ان الجنين اللي نزل ده مات من الاسقاط، مش مات من حاجة ده، ويستحق بهذا ايه الدية. بكده نقدر نقول ان احنا بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه، وما توفيقه الا بالله، أفلنا الكتاب أو الموضوع اللي هو من أحكام الإسلام. اتكلمنا عن الحدود، اتكلمنا عن القصاص، اتكلمنا عن التعازير، اتكلمنا عن الدية، ما سبناش حاجة بفضل الله تبارك وتعالى، وهي جت كده متقسمة على الشهر فكرة عامة، ما سبناش حاجة، لكن ما فيش شك إن فيه تفاصيل كتير قوي بعد كده ما يهمناش ان احنا ايه نعرفها، لان احنا ما احناش لا دارسين لهذا الامر ولا هنطبق هذا الامر، ومطلوب مننا ان احنا نشرع، لكن مطلوب مننا ان احنا نبقى عارفين وفاهمين، ولما نسمع بقى دلوقتي ودية مسلمة الى اهله نفهم يعني ايه، ها كتب عليكم القصاص نفهم يعني ايه، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، نفهم دي يعني إيه؟ لما نلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن جرائم ولم يحدد لها عقوبات، نفهم مطلوب مننا إيه؟ واجتنبوا كثيرا من الظن، طب واللي عمل كده؟ ها؟ نفهم الذين يرمون المحصنات نعمل فيهم إيه؟ ها؟ الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم نسوي فيها إيه؟ ها؟ نفهم الكلام، نفهم لا يسخر قوم من قوم حرام، طب وعقوبتها ايه؟ نفهم ان ده متروك لنا احنا نقدره، ها وهكذا. دلوقتي اصبح عندنا فكره كويسه جدا عامه عن احكام الاسلام فيما يتعلق بالحدود والقصاص والديات والتعازير، ونسال الله ان ينفعنا بما علمنا. هنسمع بقى الاسئله في الموضوع الأخير اللي هو موضوع إيه؟ القصص.